أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. كيف يمكن قراءة ما كشف عنه موقع إيران نيوز مؤخرا والمقرب من التيار الإصلاحي الإيراني أن إيران بددت أكثر من مليار دولار خلال 15 سنة الماضية فقط على مشاريع فيلق القدس الخارجية والتدخل في الدول المجاورة؟ السؤال: هل سيستمر نظام الولي الفقيه في تبديد أموال الشعب الإيراني الذي يعاني ظروفا اقتصادية متردية من أجل مطاردة ثارات تاريخية يتدخل بموجبها في شؤون الدول المجاورة؟ ومن أين لإيران كل هذه الأموال لكي تبدد 15 مليار دولار؟ تعاني ظروفا اقتصادية صعبة، إيران 100 مليار زائدة عن حاجة شعبها المنهك اقتصاديا لكي تبدد أكثر من 100 مليار دولار على مشروعها وتحقيق إمبراطوريتها كما يتحدث الزعماء وزعماء النظام الإيراني. للحديث بهذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السوري. مرحبا بك دكتور أسامة، حياكم الله. وأيضا أرحب بالسيد موسى أفشار عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. مرحبا بك أستاذ موسى. تحياتي إليكم وإلى أستاذ أسامة. وأرحب أيضا بالسيد مصطفى كامل رئيس تحرير موقع وجهات نظر. أهلا بكم، حياكم الله. أهلا بك أستاذ مصطفى. شكرا لضيوفي الكرام على حضورهم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نبدأ النقاش، كونوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نتحدث في هذه الحلقة عن المشروع الإيراني الطائفي في المنطقة وما هي أبعاده وما كشف عنه موقع إيران نيوز مؤخرا المقرب من التيار الإصلاح الإيراني عن أن إيران بددت أكثر من 100 مليار دولار خلال 15 سنة الماضية على مشاريع فيلق القدس الخارجية. كيف تعلق دكتور أسامة الملوحي على ما نشر موقع إيران نيوز مؤخرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مع تحفظي لوجود تيار إصلاحي حقيقي داخل المنظومة الحاكمة في إيران، يجب أن نشير للمشاهد الكريم أن روحاني محسوب على التيار الإصلاحي، وكل الجرائم التي ارتكبتها إيران خارج حدودها هي في عهد هذا الإصلاحي إن صحت التسمية. لا يوجد تيار إصلاحي، هناك تنافس على الحكم، هناك إرادة بأن يكون هناك دور لمجموعة من الأشخاص. أنا لا أرى أن هناك تيار إصلاحي حقيقي يعني في إيران. طبعا 100 مليار التي ذكرت، أنا أعتقد أن هناك أكثر من 200 مليار أخرى أنفقت من قبل إيران. يجب علينا أن نضع أمام المشاهد قضية أن التدخل الروسي لصالح إيران ولصالح بشار الأسد كان بإمداد مالي من إيران. روسيا تعاني من أزمة اقتصادية منذ بضعة سنين قبل أن تتدخل في سوريا. لا يمكن أن يدخل بوتين المتهم أصلا بالفساد المالي وبتبديد أموال البنية التحتية الروسية، لا يمكن أن نتوقع من بوتين أن يتدخل لصالح بشار الأسد من أجل مثلا الاتحاد الروسي لمصالح استراتيجية واقتصادية على المدى البعيد يتوقعها من أجل فائدة الاتحاد الروسي. إنما أعتقد أن إيران مولت مجموعة الكريملين ما فيها بوتين ومن معه، وفي ذلك إشارات كثيرة جدا. إيران مولت بوتين ليتدخل في سوريا، مولت يعني الحملة العسكرية التي دمرت سوريا بعد الدمار الجزئي إلى دمار كامل. لذلك أعتقد أن تبديد المال الإيراني أكثر مما أعلن، وربما حتى إيران نيوز أنا لا أثق بها هذا الموقع، وأعتقد أنهم يخفون خلف 100 مليار التي ذكروا يعني ذكرت 200 مليار أخرى. وأنا تتبعت ذلك وكتبت في ذلك مقالات مفصلة فيها أرقام تجاوز 100 مليار بكثير، لأن بشار الأسد كل التمويل الذي أتاه لتمويل إجرامه عبر 7 سنوات وهذه السنة الثامنة كان تمويل إيراني حصرا، تمويل إيراني، والتدخل الروسي بتمويل إيراني، والمرتزقة الذين أتوا من كل مكان من الميليشيات التي لا أقول عراقية وإنما من المرتزقة الذين جندوا من العراق وجندوا من أفغانستان ومن سائر البلاد كلها بمال إيراني. والمئة مليار للمتتبع يقول هذا رقم يعني طرح على الإعلام لتغطية أرقام مخيفة أكبر من ذلك بكثير.
نعم، أرحب بسيد موسى أفشار، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. أستاذ موسى، مرحبا بك مرة أخرى. إذا إيران، يعني التدخل الروسي كان بإمداد مالي من إيران، أكثر من 200 مليار دولار كان الدعم الإيراني لروسيا مثل ما تحدث الدكتور أسامة الملوحي، حتى أن الحملة العسكرية التي دمرت سوريا كانت بتمويل إيراني. ما هي مصادر الأموال التي، يعني من أين تحصل إيران على كل هذه الأموال؟ هل هي فعلا أموال إيرانية أم أنها من أموال دول مجاورة؟ أنا أيضا أريد أن أحيي أستاذ مصطفى كامل وهو زميلي منذ عهد قديم. أيضا أنني في البداية أريد أن أؤكد على ما تفضل به أستاذ أسامة وأعيده، خاصة فيما يتعلق بمصادر ما يسمى بالإصلاحيين، وليس هناك إصلاحي حقيقي في إيران. فيما يتعلق بسؤالكم، لابد أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن الميزانية الموجودة رسميا حسب موازنة الحكومة الإيرانية حوالي 25 مليار فيما يتعلق بالمجهود العسكري، لكن هناك ميزانية موازية من قبل مكتب خامنئي، مكتب المرشد، له ميزانية خاصة لمثل هذه التدخلات، خاصة في الشأن السوري. وأنه ليس فقط الشأن السوري، هناك أيضا حزب الله في لبنان، هناك الحوثيين في اليمن، وهناك يعني ما الآن النظام الإيراني يقوم بتعبئتها كقوة الفاتميون مثلا من الأفغان، والزينبيون من باكستان. كل هذه هي عبارة عن تمويل، لأنه العنصر الإيديولوجي، العنصر الاعتقادي انتهى تماما، فقط أنهم عبارة عن مرتزقة بالفلوس. ولا تنسون أنه ليس فقط تمويل نظام بشار الأسد. قبل تقريبا أسبوعين ممثلة الولايات المتحدة وبتحفز كبير تحدثت في مجلس الأمن عن ما يقارب 6 مليار دولار يعني تمويل النظام الإيراني لبشار أسد، وهذا هو أقل تقدير حقيقة، لأنه تمويل بشار الأسد وما يعادل ب 80 ألف مسلح نظام الإيراني يمولهم في عرض سوريا. بل أكثر من ذلك، في المناطق التي يقوم النظام الإيراني بالتغيير الديموغرافي ويأتي بالعوائل من الطائفة التي تتبع النظام الإيراني، مثلا في النبل والزحرة والزبداني في الأماكن، يدفع نظام شهريا، ولدينا تفاصيل عن تنظيم رجال الدين ونظام الملالي الذين نظام من خلالهم يوزع هذه الأموال بشكل رواتب شهريا لهؤلاء المدنيين، إضافة إلى العسكريين. فلذلك إضافة طبعا إلى التسليح، وأيضا أشار أستاذ أسامة إلى تمويل للتدخل الروسي على النظام الإيراني، هو الذي تقبل به، إذا يصل إلى حجم كبير جدا. والنقطة الأخيرة في هذا المجال، لابد أن لا ننسى هناك 400 مليار دولار، وأكرر 400 مليار دولار صرف النظام على مشروع التسلح النووي. نظام لم يكن يريد استخدام السلاح النووي، القنبلة الذرية، بل كان يريد أن يتسلح بالسلاح النووي من أجل إبقائه وترسين حضوره الإقليمي. فلذلك كان هذا أيضا من ضمن أجندته الإقليمية التوسعية. أرحب بالأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير موقع وجهة نظر. مرحبا بك أستاذ مصطفى مرة أخرى. كيف تقرأ ما كشف عنه موقع إيران نيوز المقرب من التيار الإصلاحي عن أن إيران أنفقت 100 مليار دولار على حروبها الخارجية، بالإضافة إلى ما تحدث به أيضا الأستاذ موسى أفشار من أن هناك 400 مليار دولار صرفها النظام الإيراني على المشروع النووي، وهناك كما تحدث الأستاذ أسامة الملوحي أكثر من 200 مليار صرفت على دعم إيران للحليف الروسي؟ أحييك أخي سمير وأحيي مشاهديك الكرام،
وأوجه التحية أيضا إلى الزميلين السيدين أسامة الملوحي والزميل السيد موسى أفشار من باريس. حياك الله أستاذ مصطفى. الجميع يعرف أن أساس الانتفاضات الإيرانية المتعددة التي جرت في أكثر من محافظة إيرانية ومدينة وقرية طيلة السنوات الماضية وخاصة في الأشهر الأخيرة، كان جوهر هذه الانتفاضات المتواصلة هو سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وما يؤشر يعني تدهور في الخدمات وفي جوانب عديدة باتجاهات مختلفة. إيران تعاني من ضائقة اقتصادية كبيرة جدا، ولكن في الحقيقة الأرقام التي ذكرت، أنا أتفق مع السادة أنه لا يوجد، السيدين المتحدثين الكريمين، على أنه لا يوجد هناك فرق بين ما يقال أن هذا تيار محافظ أو تيار إصلاحي. هذا جزء من توزيع الأدوار في إيران ضمن النظام الحاكم ومشروعه العنصري الطائفي الإرهابي التوسعي، هم يتبادلون الأدوار. لكن أنا أجد نفسي يعني أنقل لكم اعترافا لأحد كبار المسؤولين العراقيين في الزمن الحالي، أكد لي أن مجموع ما حول من مبالغ العراق إلى إيران خلال فترة حكم نوري المالكي البالغة 8 سنوات بلغت أكثر من 300 مليار دولار أموال العراق. نحن نعلم جيدا أن فترة حكم المالكي تم هدر وسرقة واختلاس نحو 1000 مليار دولار من أموال شعب العراق، وبالتالي مجموع ما حول إلى إيران لتغذية هذا المشروع الطائفي الإرهابي العنصري التوسعي الذي يعني ينفذه نظام ولاية الفقيه في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن، في البحرين، في إدامته لاحتلال جزر الإمارات العربية المتحدة ومغامراته المجنونة حول العالم ومن ضمنها البرنامج النووي ربما أيضا، بالإضافة إلى ما أهدر من أموال الشعب الإيراني، أهدرت أو حولت مبالغ تقدر بنحو 300 مليار دولار من العراق للميزانية الإيرانية، وتم دعم هذا العبث والجنون الإيراني لنظام ولاية الفقيه بأموال شعب إيران وبأموال شعب العراق، وكل هذا طبعا لنشر الفوضى والإرهاب في كل المنطقة. نجد أن هذا المشروع الإرهابي العنصري التوسعي الطائفي يتمدد في كل مكان ب يعني إرادة حقيقية من سواء كانوا على سدة الحكم محافظين كما يقال أو إصلاحيين. ابقى معي أستاذ مصطفى. دكتور أسامة الملوحي، لماذا يرمي النظام الإيراني بكل ثقله في سوريا؟ كما هو معلوم أن هناك ميليشيات تقاتل بالوكالة في العراق، هناك ميليشيات تقاتل بالوكالة في اليمن، في لبنان أيضا، ولكن في سوريا هناك جنود إيرانيون حقيقيون، ترسانة إيرانية حقيقية موجودة على أرض الواقع. لماذا يرمي نظام الولي الفقيه بكل ثقله ربما بحسب وصف البعض في سوريا؟ يعني لأكون معك صريح، التطبيق الإيراني في كل الدول المتشابه، وهم يرسلون مستشارين وضباط يعني لا يلقون بالعنصر مع الأسف، يعني هناك نزعة قومية عنصرية فاشية ضمن التوجه الصفوي التوسعي الإيراني، لذلك هم العرق الفارسي يحرصون عليه بشكل كبير، فيكون هو ممكن يكون قائد، ممكن يكون من الضباط في المواقع الخلفية، لكنهم يحرصون على دفع الموجات كما فعلوا حتى في الحرب العراقية الإيرانية، موجات من مغسولي الأدمغة وربما حتى من المتعاطين للمخدرات أو شيء من هذا القبيل، يدفعون بهذه الموجات في الاقتحام وفي الصفوف الأولى إلى ما هنالك. لذلك هم يعتبرون العرق الفارسي هو العرق الصافي، والعقيدة الهندو آرية موجودة لديهم
الأشبه بالنازية، بعقيدة النازية، يعني الفوقية لدى العرق الفارسي موجودة عندهم ومتداخلة مع تطبيقاتهم وأساطيرهم التي يعني ينشرونها باستمرار. في سوريا الأمر أخذ منحى كبير جدا، ذكر الضيف الكريم أمر مهم جدا، أنه كل هذه الأمور، هذه الأساطير، هذه التعبئة الطائفية، ماذا يراد من خلفها؟ يراد أمر اقتصادي، ويراد أن يكون هناك هيمنة اقتصادية، حتى الهيمنة السياسية يكون من وراءها فوائد اقتصادية. ولكن في الملف السوري ستكون خيبة أمل إيران كبيرة جدا، لأن إيران تطمح وتطمع إلى استثمارات وإلى أن تستولي على كثير من الأمور، يعني من ثروات سوريا إلى ما هنالك، لكن ليس فقط وجود روسيا كمنافس، ولكن عدم استتباب الأمن الذي هو أمر أكيد أن الفوضى في سوريا ستستمر، وستستمر لأكثر من 10 سنوات، ولن تستطيع إيران أن تجني ثمار طائفيتها وجرائمها في سوريا كما حصل في العراق. هذا الرقم 300 مليار الذي ذكره، أن الذين استلموا الحكم في العراق كانوا مؤدلجين تماما، تابعين لإيران أكثر من تبعيتهم للعراق كعراقيين، هم إيرانيون، هم صفويون أكثر منهم يعني عراقيون. ولذلك سمعنا منذ الأشهر الأولى من يترأس تيار كبير من التيارات الموالية لإيران في العراق يقول في خطبة جمعة، يقول علينا أن نسدد إلى إيران خسائرها في الحرب العراقية الإيرانية، والعراق مهدد. العراق كان خارج من حروب، وخارج من الحرب الأخيرة، وخرج من الحرب ليقول أحد أكبر التيارات، زعيم أكبر التيار، يقول يجب علينا أن نسارع بتسديد التعويضات لإيران قبل أن نتكلم عن البنية التحتية العراقية أو شيء من هذا القبيل. لذلك المؤدل الاقتصادي، النقطة الاقتصادية، المآل الاقتصادي هو الذي يجعل إيران تفعل ما تفعل، وتستخدم الأساطير من أجل التعبئة، وتستخدم الطائفية بالطريقة التي نراها. في سوريا ستكون هناك مفاجآت كثيرة، لأن الأمن لن يستتب كما حصل في العراق. التحالف الأمريكي الإيراني في العراق جعل إيران تستفيد، وتستفيد باستمرار حتى في مواجهة داعش. لذلك الأمر يختلف في سوريا، لن يكون هناك يعني مكافأة لإيران فعلية، لن يستتب. لماذا لم يكن؟ ونحن نعلم في داخل سوريا أن الأمن لن يستتب، ولن يستطيع النظام المجرم أن يصل إلى الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي في سوريا. لماذا لم يكن هناك تحالف إيراني أمريكي في سوريا كما العراق؟ موجود، ولكن أنت يجب عليك خاصة في عهد ترامب أن تبتعد عن سماع التصريحات هذه للبيع. ترامب يصرح من أجل أن يستنزف المزيد من الأموال من السعودية ومن الخليج. ترامب يعقد صفقات ودوره فيها إلى الآن هو إعلامي فقط، تصريحات، ضربات خلبية كما حصل في الضربة الثانية والضربة الأولى لتأديب من المجرم الذي ضرب الكيميائي ويستمر في ضرب الكيميائي. لم يسقط قتيل واحد على فكرة في الضربات الأخيرة، وضربت أماكن فارغة تماما. على كل الأحوال هو يعني يستثمر تصريحات ضد إيران من أجل الخليج، وهذا الرجل معلن يعني يكشف ويقول عليه من يدفعه إذا أرادوا أن نستمر في سوريا كوجود لكي لا تنتشر إيران في كل مكان، فعليه من يدفعه. رجل صريح، صريح للغاية، ليس هناك حيز للتحليل بعهد ترامب، كله مكشوف. لكن أن يقال أنه والله هناك يعني عداء أمريكي لإيران في سوريا، أو إرادة أمريكية حقيقية بأن تنسحب إيران من سوريا، أنا أقول لك ببساطة وباختصار، أمريكا إذا أرادت للدور الروسي أن ينكفئ في سوريا، أو أرادت للدور الإيراني أن ينكفئ في سوريا، فهي مسألة أسابيع ولن تكون شهور حتى تنفذ روسيا ما تريد أمريكا فعلا إذا كانت جادة، كما حصل في الضربة. يعني لاحظوا التصريحات الروسية التي كانت يعني هائلة، لكن أثناء الضربة انسحبت وسكتت وعلمت أن الإرادة الأمريكية جادة، طبعا دعائية ولكنها جادة بالضربات، فحصلت الضربات وسكتت روسيا. هكذا دائما روسيا، وإيران أكثر من روسيا لديها العقيدة السياسية التي تعتمد على التقية، التي هي قضية باطنية، تظهر شيء وتبطن شيء، وهذا يطبق. غريب، أمر غريب في السياسة الإيرانية مستمر، وهو للأسف ينجح لأسباب كثيرة جدا.
أستاذ موسى أفشار، يعني سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد إلى أي مدى يعني ترى أنه سيضغط ربما على نظام الملالي الذي يدفع بكل ثقله نحو سوريا، في العراق، في اليمن، في لبنان؟ في الحقيقة الآن وبعد الانتفاضة المباركة الإيرانية التي اندلعت في 28 ديسمبر تغير كل شيء، تغير كل شيء في إيران على مستوى النظام، على مستوى الشعب، وعلى مستوى المعارضة والمقاومة الإيرانية. نحن في حالة بعد 28 ديسمبر تغير كل شيء. الآن النظام الإيراني ليس فقط أمام تحدي فيما يتعلق بالمصير الاتفاق النووي، قبل ذلك أن النظام الآن يواجه حالة التي كان يعني كان كابوس بالنسبة للنظام. أنتم سمعتم أكثر من مرة من لسان مرشد نظام الإيراني علي خامنئي بأنه إذا نحن موجودين ونضحي في سامراء ونضحي في سوريا من أجل أن لا نضحي ولا نواجه في شوارع إيران. الآن المواجهة في شوارع إيران صارت، يعني فلذلك الآن حضور النظام الإيراني في سوريا، حضور النظام الإيراني في اليمن وتدخلاته الإقليمية الآن أصبح إحدى الجهات الكماشة التي يعني تتوق النظام الإيراني. فملاحظة بسيطة جدا لما تفضل به أستاذ أسامة، فالحقيقة النظام الإيراني الذي يعني لا يكترث ولا يهمه أبدا هو ما يسمى بالإرغ الفارسي. هذا النظام ضد الإرغ الفارسي قبل أي إرغ آخر. إذن يعني في هذه النقطة لماذا أستاذ مثلا مثلا 120,000 120,000 من مجاهدي خلق وهم من كافة القوميات الإيرانية، ليس فقط فرس بل ولكن أكثرهم من الفرس، قتله نظام الإيراني. إذا 120,000 وهذا العدد أستاذ موسى إذا كنت تسمعني، لا أنا مهم جدا هذا الكلام حتى أصححه. إذا النظام لماذا الآن يعني يأتي بالفاطميون وغيرهم من جنسيات أخرى؟ لأن هناك رفض كبير شعبي. نظام ليس حاله مثل حال الحرب العراقية الإيرانية، لا يستطيع هذا النظام تعبئة من شعب إيران يرفض. فقط هناك يعني مجموعة خاصة من القادة، قادة الحرس الذين تدربوا خلال الحرب العراقية الإيرانية، هم الذين مستعدون حتى الرتب وال يعني الكوادر البسيطة في الحرس أيضا لا يتطوعون. هذه هي مشكلة النظام الإيراني. لماذا دائما النظام الإيراني ونظام الملالي لديه لهجة استعلائية إن صح التعبير عندما يتحدثون عن المنطقة العربية وعن الدول العربية؟ لأنهم كما تعرفون هذا هو نظام ولاية الفقيه. نظام ولاية الفقيه مشروع الهيمنة في كل مكان الذي هناك تحت إسلام، ولذلك ليس نحن لا نواجه ديكتاتورية تقليدية. هذا النظام يعني وضع من إحدى ركائزه الرئيسية ما يسمى بالتصدير الثورة، وإنها ليست ثورة، تصدير الإرهاب والتطرف الديني. النظام الإيراني إذا ينتهي اليوم في سوريا وفي العراق وفي اليمن سينتهي في طهران أيضا. لماذا؟ لأنه هذا النظام نظام ساقط شعبيا، فلذلك يستمد القوة فقط من حضوره الإقليمي، وهذا هو سبب نظام الإيراني ربط بقائه ببقاء بشار أسد في سوريا. لماذا؟ لأن هذا النظام بدون هذا الترابط سوف ينهار، وهو يقول هذا الكلام بملء فمه. النظام الإيراني مرتبط به مرتبط حيويا بتواجده الإقليمي، ولذلك نحن المقاومة الإيرانية وعلى لسان سيدة مريم رجوي طالبنا ونطالب بطرد حرس نظام الإيراني من دول العرب، من بلدان العربية، وكذلك حل الميليشيات الطائفية تابعة له، لأنه هذا أكبر مساعدة من أجل إسقاط النظام في طهران. إذن للمشروع الإيراني أبعاد في المنطقة وأيضا أهداف، لعل من أهمها الأهداف الاقتصادية مثل ما تحدث الأستاذ أسامة الملوحي. ونتحدث أيضا عن مدى تحقق أهداف المشروع الإيراني
في المنطقة بعد فاصل قصير، كونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. نسلط الضوء في هذه الحلقة على المشروع الإيراني الطائفي في المنطقة وإلى أي مدى حقق أهدافه. السيد مصطفى كامل رئيس تحرير موقع وجهة نظر، أعود إليك مرة أخرى. استنزاف وتبديد مليارات الدولارات من قبل إيران على مدى 15 سنة ربما هي عمر احتلال أو منذ احتلال العراق عام 2003 وحتى الآن، إلى أي مدى ترى من وجهة نظرك أن الأهداف أهداف نظام الملالي نظام إيران قد تحققت في المنطقة؟ الذي يشاهد عمق الصورة يختلف عن الذي يشاهد الصورة من الخارج. الصورة من الخارج تتحدث عن نجاح المشروع الإيراني أو مشروع ولاية الفقيه التوسعي العنصري الطائفي، لكن القراءة العميقة والحقيقية لواقع الأحوال في الدول التي تمدد لها هذا المشروع والتي سيكون مقتله فيها، يعني نجد خرابا هائلا ودمارا كاملا. يعني الذي يقرأ المشهد في العراق أظن يكفيه يعني حالة القتل والفساد والسرقة والتزوير والإجرام الذي ينتشر في كل مكان، والإرهاب الذي أصبح العراق قاعدة لنشره في المنطقة العربية بالكامل وفي أقطار الخليج العربي تحديدا. الذي يقرأ المشهد في سوريا مشهد الخراب والقتل والتهجير أيضا، ومثيل له نجده في اليمن ونجده في لبنان. لبنان الذي كان واحة للديمقراطية والحرية في المنطقة العربية أصبح يعني يعج بالفوضى والإرهاب والفتن السياسية والطائفية التي ناجمة، كل ذلك ناجم عن سيطرة هذه العصابات، عصابات الحشد الشعبي والأحزاب السياسية الأخرى. ونحن مجازا نستخدم كلمة الأحزاب السياسية لأنها في الحقيقة كلها هي عصابات، سواء من يمارس العمل السياسي منها أو من يمارس العمل الإرهابي العسكري كما يسمونه، وعصابات الحوثي في اليمن، عصابات التابعة لنظام بشار الأسد في سوريا، العصابات التابعة لحزب الله في لبنان وما تقوم به من نشر للفوضى في هذا البلد وفي جواره أيضا. يعني نحن نعلم أن تأثير حزب الله في لبنان ليس محصورا على الجغرافية اللبنانية الضيقة، وإنما هو ينشر الفوضى في كثير من الدول المجاورة وفي كثير من دول العالم أيضا. يعني استقدام الميليشيات من الطائفية من أفغانستان أو من غيرها، كل هذا يؤكد فشل المشروع الإيراني الذي يعني تعمل عليه مؤسسة ولاية الفقيه منذ مجيئها في 1979، واصطدمت في مشروع تصدير الثورة وهو تصدير الفوضى والإرهاب، أول ما اصطدمت بالعراق الذي قاتلها لثماني سنوات حتى جرع خميني كأس السم باعترافه هو.
والذي هذا هو الوصف الحقيقي للمشهد في الشرق الأوسط، حيثما حل المشروع الإيراني أو المشروع الفارسي أو المشروع الذي يمثله نظام ولاية الفقيه، لأن نحن لا نحمل إيران حقيقة هذا أو كل شعوب إيران هذا المشروع الخطير الإرهابي، وإنما يتحمله من يؤمن به ويدافع عنه ويقوم به وينفذه في أرضنا. وبالتالي هذا المشروع يجب أن يواجه بصلابة، ويجب أن يواجه بحزم، ويجب أن يواجه بشمولية. لا يمكن أن يكون أو تكون مواجهة هذا المشروع باجتزاء في هذا المجال أو ذاك أو في هذا البلد أو ذاك. مواجهة هذا المشروع يستهدف الأمة كلها، وبالتالي مواجهته يجب أن تكون في كل ساحة يحاول أن يمتد إليها. ونحن نعلم أن هذا المشروع قد امتد حتى إلى المغرب العربي، يؤثر في تونس، في الجزائر، يحاول في السودان، يحاول في مصر، كل ذلك في الأردن، في فلسطين. هو ليس فقط يحاول أن يتمدد في العراق وسوريا ولبنان واليمن فقط، ولكن يجب أن تكون المواجهة شاملة في كل المجالات وفي كل البلدان. أستاذ أسامة، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي تحدث اليوم أن يعني بلاده أي إيران ستستمر بدعم العراق وسوريا عسكريا، كيف تقرأ ذلك؟ يعني فيما يخص العراق، لنتكلم بصراحة، إيران ابتلعت العراق تماما، وبكل صراحة أقول لك لا يوجد الآن من يواجه إيران في العراق، يعني لا يوجد على الأطلاق. وأتت قضية داعش لتكون ذريعة ولتكون أمور تجعل من العراقيين الوطنيين، لا أقول فقط أهل السنة، كل الوطنيين يقعون في إحراج شديد لوجود داعش في كفة، وأن من يواجهها يعني إنما يقوم بواجب فعلا ضد الإرهاب وإلى ما هنالك. لذلك لا يوجد في العراق من يواجه المشروع الإيراني، ويجب أن أقول يعني أمانة ووفاء للدماء التي يعني بذلت في سوريا، ولا أقول أريقت، أكثر من 1,200,000 شهيد في سوريا. منذ البداية، منذ الأشهر الأولى، كان في خاطر كل الثوار والذين يواجهون النظام أن إيران هي العدو من خلف هذا النظام. ولذلك في سوريا بكل وضوح أقولها ونفخر أننا واجهنا المشروع الإيراني ومستمرون في مواجهة هذا المشروع الإيراني. وأنا أؤكد على كلام الضيف بأن إيران لا يعتقدن أحد أنها انتصرت وأنها يعني نفذت ما تريد. وأنا أشرت منذ قليل حتى بإشارات واضحة فعلية وليس كلام عام، قلت لك لن تستتب الأمور في سوريا ولن تستقر حتى تنعم إيران بما تريده من سوريا أصلا. لذلك الشعب السوري واجه المشروع الإيراني وبشكل محدد وبشكل موجه، يعني ليس بالصدفة وليس يعني في طريقه أخذ يواجه إيران، لا، بعد الستة أشهر الأولى أصبح الشعب السوري المنتفض العظيم يواجه المشروع الإيراني. وأنا أشير للمشاهد، الشعب السوري لم يهزم والجولات مستمرة، وإيران هي عدو يعني بكل صفات العدو. وأنا أقول أن التاريخ يوضح أمر خطير ومهم للغاية، أنه باستخدام التوسع من خلال الإجرام والحقد والأطماع لن تستقر الأمور لأصحاب هذه الصفات الذين أتوا إلى سوريا بحقد وإجرام وأطماع، الأمور لن تستقر لهم. وأنا أعتقد أن لا أقول الفخ، ولكن الاستنزاف الإيراني الذي سيطيح في النهاية بالمنظومة الحاكمة في إيران سيكون هذا الاستنزاف جله في سوريا. دكتور أسامة، البعض يقول أن إيران نجحت في تحقيق مشروعها القائم على تغيير التركيبة الديموغرافية للسكان، إلى أي مدى ذلك صحيح؟ هذا الكلام ظاهريا يعني يمضي بإجراءات عسكرية، إجراءات استئصالية، إجراءات تلاعب بالملكيات وبالأوراق والسندات، وأمر آخر بالقرارات التي أصدر
قرار رقم 10 بشار المجرم عن الملكية، الذي نعم مختصره أنه الذي لا يسجل ملكيته أو يعلن عنها أو يوضحها وكذا فإنها يستلب منها، يعني تؤول إلى المصادرة. بكل الأحوال هم يشتغلون ليل نهار من أجل أمرين، من خلال التشييع الترغيب والترهيب وهذه الأمور، ولكن لا نقول التشييع العادي، التشييع الصفوي ليكون الولاء مباشرة للولي الفقيه في قم وطهران، هذا أمر. وأمر آخر أن يكون لهم وجود فعلي بالتهجير وبالتلاعب بالعقارات، هذا الأمر مستمر ويشتغلون عليه، لكن لا تعتقد أن الشعب الذي ثار من أجل الحرية سيسكت عن محاولات استئصاله، لأن هذه القضية قضية استئصال كامل لكل يعني ما يملكه الشعب السوري من انتماء ومن دين ومن أملاك يعني ومن عقارات ومن سكن كمان. ولكن البعض يقول ماذا بيد الشعب السوري؟ مثل ما تحدثتم دكتور، لا يوجد في العراق من يواجه المشروع الإيراني. عن سوريا مثلا، يعني هل سيصل في سوريا الحال لما يشابه الحال في العراق؟ أولا نحن 7 سنوات نواجه إيران، فلا نقول يكفينا ما فعلنا، نحن مستمرون، لم نكتفي، لم نتوقف، مهما فعلوا نحن مستمرون، نعلم بوضوح تمام يعني كامل حجم المواجهة ودور أمريكا المساعد والمساند، دور روسيا تدير وهي العدو الرئيسي اليوم، تدير العملية التي فيها تسحق الشعب السوري المنتفض العظيم، بل تسحق كل الشعب السوري، أغلبية الشعب السوري. هذا الكلام لن يتحقق لهم، وأنا أشرت إلى قضايا فعلية لن تتحقق لهم. وهم على فكرة يعني مؤخرا، يعني ذكرت مرارا بمقالات وبمقابلات عن ذكرت الأساطير التي تعتمد عليها إيران في سياستها المعاصرة، تخيل أساطير تاريخية تعتمد عليها اليوم بشكل معاصر للتعبئة والتجيش. لاحظ أن هناك مثلا الشيخ حسن مشيمش اللبناني الذي كتب كتابا يتكلم فيه عن تفاصيل بعد أن غير وترك هذه العقيدة الصفوية الإيرانية، يتكلم عن أمور خطيرة ويكشف أنه في صلب العقيدة التي يعني يغسلون بها الأدمغة ويشحنوها داخل العناصر الذين يأتون إلى سوريا، أن الشعب السوري هو مادة السفياني، هم يعتقدون بأنه رجل اسمه السفياني سيخرج ليواجه المهدي عندما يخرج المهدي، وأن مادته وجنوده سيكون من السوريين، لذلك فهم يقتلون الأطفال والنساء والشيوخ، يقتلون الرجال وفق هذه العقيدة وفق هذه الأساطير. نحن يعني كثيرون لم يصدقوا عندما كتبنا أن الأساطير تستخدمها إيران بفعالية ونجاح من أجل سياسة معاصرة فيها الهيمنة وفيها التجيش وفيها الأحقاد. يا رجل، نحن اليوم أمام كيان يتكون في وسط العالم الإسلامي معادي لما حوله، معادي لما حوله، لذلك لن تستقر المنطقة، وهذا يفسر لماذا أمريكا تتحالف مع إيران، لأنها أمام كيان أكبر من كيان إسرائيل بكثير وأقوى من كيان إسرائيل، والمواجهة الجغرافية ستكون في كل اتجاه شرقا وغربا مع هذا الكيان، لن يكون هناك سلم على الإطلاق، لا يعني سلم جوار ولا سلم مجتمعي، وسيبقى يعني ستبقى المنطقة العالم الإسلامي في حالة احتراب مستمر. أستاذ موسى أفشار، يعني النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جيهانكيري كشف عن استعداد إيران لوضع خط اعتماد بقيمة 3 مليارات دولار تحت تصرف العراق في إطار مشاركة الشركات الإيرانية في إعادة إعمار العراق. السؤال هنا أستاذ موسى، يعني ما مدى الاستفادة الإيرانية اقتصاديا من العراق منذ احتلال العراق وحتى الآن؟ في الحقيقة لو سمحت لي فقط أريد أن أؤيد وأؤكد على ما تفضل به أستاذ أسامة في نقطتين مهمتين. أولا، فعلا سوريا تحول إلى مستنقع للنظام الإيراني، لا يستطيع نظام الخروج منه ولا يستطيع الاستمرار به، وهذا المستنقع مهم جدا، لأنه النظام الإيراني فشل عسكريا في سوريا، حيث اضطر من أن يأتي بالعامل الروسي، وهذا شيء مهم جدا. عدد كبير من جنرالات النظام الإيراني ومن من أكثرهم تجربة قتلوا، وطبعا على رأسهم حسين حمداني في سوريا. لذلك النظام الإيراني في الوقت الذي ربط مسيره بمسير بشار أسد هو في المستنقع، لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع الخروج ولا يستطيع الاستمرار. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية،
أيضا أريد أن أؤيد ما تفضل به أستاذ أسامة فيما يتعلق بهذا النظام كيعني كالورم السرطاني الرئيس في المنطقة. لكن شيء مهم، 80 مليون إيراني اليوم منتفض ضد هذا النظام. 80 مليون هو عمق الشعب السوري، 80 مليون إيراني عمق الشعب العراقي والشعب اليمني في إيران، لأنهم يقولون في مظاهراتهم المطالب بإسقاط النظام: اترك سوريا، اخرج من سوريا، فكر في حالنا. الشعب الإيراني على يعني مستوى الوعي بما يقوم به النظام الإيراني، هذا شيء مهم، هذا شيء مهم جدا، أن يفكر الثائر السوري والشعب السوري بأن هناك عمق 80 مليون إيراني اليوم منتفض إلى من هو العدو الرئيس في سوريا وهو النظام الإيراني. فلذلك بهذا المستقبل لابد أن يعني يؤخذ بنظر الاعتبار. العودة إلى سؤالكم فيما يتعلق بما قال نائب رئيس النظام الإيراني وإلى آخره حول الاشتراك الاقتصادي، كما أشار السادة الضيوف، أن النظام الإيراني يعني ينظر إلى العراق كأنه يعني باحة ملتصقة بالنظام الإيراني، يعني لا ينظر كبلد مستقل، لا ينظر النظام الإيراني يعني من خلال الأحزاب الموالية للنظام الإيراني العميلة، وطبعا كل ذلك بسبب السياسة الخاطعة التي انتهجتها الولايات المتحدة بعد السقوط 2003 بفتح أبواب العراق أمام النظام الإيراني. ولذلك النظام الإيراني لا يعني يتعامل مع النظام مع العراق كسيادة مستقلة يتعامل معه من ضمن هذا، لا، النظام الإيراني ينظر كباحة خلفية في العراق، كباحة خلفية له. ولذلك يعني كل الإجراءات، مثلا الآن فيما يتعلق بتداول العملة الإيرانية في العراق أو في محافظات الجنوبية، أو حضور يعني تدفق مليونين من الزائر التابع للنظام الإيراني بدون أخذ الفيزا والجوازات للأربعينية وللمناسبات الأخرى، يعني كل ذلك انتهاكا للعراق. ولذلك نحن نتمنى طبعا من القوى الوطنية العراقية التي يعني لابد من أن تنحز من هذا الركام، ومن أن يعني فطبعا هذا النهوض لا يمكن إلا أن يكون أولا يعني برسم الصف ضد تدخل النظام الإيراني والمطالبة بطرد النظام الإيراني من العراق. طبعا يعني في حالة إذا كانت هناك علاقات طبيعية، فإذا كان وإذا استعاد العراق استقلاليته من حيمنة النظام الملالي نظام ولاية الفقيه، وطبعا ستكون هناك علاقات طبيعية اقتصادية بين شعبين، شعب العراقي والشعب الإيراني، ونحن كمجاهدي خلق عشنا أكثر من 25 عاما في بلد العراق، في العراق الذي كان خير مضيفا لنا، ونحن نعرف يعني شيمة العراقيين. نعم، شكرا لك. شرفاء. فلذلك أي علاقة طبيعية اقتصادية يعني بعد إسقاط نظام الإيران وبعد إنهاء حيمنته إلى العراق ممكن تعود إلى حالتها الطبيعية. أستاذ مصطفى كامل، ما مدى الاستفادة الإيرانية اقتصاديا من العراق؟ قبل أن أجيب على سؤالك أخي العزيز، أنا بودي أن أطمئن الأستاذ أسامة الملوحي وجميع المشاهدين أن شعب العراق تصدى للمشروع الإيراني الخبيث الإجرامي منذ 39 سنة، هو يواصل هذا التصدي، تصدى له في الحرب العراقية الإيرانية وما بعدها، وتصدى له حتى في ظل الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق، لأن الاحتلال الأمريكي ما كان ليتم لولا التنسيق العالي الذي أعلن تفاصيله أو جزء من تفاصيله سفير الإدارة الأمريكية لدى العملاء العراقيين، والذي كان مكلفا بحشد القوات أو الجهات لتسهيل غزو العراق. زلماي خليل زاده يعني كان يتحدث في مذكراته
عن التنسيق العالي الذي قام به هو شخصيا مع جواد ظريف الذي كان يشغل منصب نائب ممثل إيران في الأمم المتحدة بنيويورك، كانوا يجرون لقاءاتهم السرية في جنيف لتنسيق التعاون الإيراني الأمريكي في غزو العراق. وأؤكد للسيد أسامة ولكل المشاهدين الكرام أن حالة الرفض التي يقوم بها شعب العراق في مواجهة إجرام الميليشيات الإيرانية المتغولة في العراق يتزايد يوما بعد آخر، الوعي بخطورة هذا المشروع يتزايد يوما بعد آخر، وبالتالي هناك إصرار كبير إن شاء الله على كسر ظهر هذا المشروع وهزيمته. ما هي الاستفادة التي يعني تجنيها العصابة المتحكمة في إيران من خلال وجودها في العراق، إضافة إلى الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي يعني يجري كما قلنا تمويل آلة الإرهاب الإيرانية بالمال العراقي؟ هناك أيضا شيء بالغ الأهمية، يعني بمعنى آخر هذه الحروب التي تخوضها إيران سواء بالوكالة أو بشكل مباشر هي بأموال إيرانية أم عراقية؟ هي بأموال عراقية، لأن الأموال الإيرانية حقيقة لم تعد تكفي. إيران كما نعلم كانت تعيش في ظل عقوبات اقتصادية عالمية أوروبية وأمريكية، وبالتالي استنزاف المشروع النووي الإيراني استنزف أيضا الأموال الإيرانية، وهذا ما يعني نجده حالة البؤس. قلنا في البداية أن الشعب الإيراني في جوهر انتفاضته هو ضد حالة التغدي الخدمات والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، هناك انتشار للفقر، هناك انتشار للمشردين في قلب طهران، هناك انتشار للمخدرات، للجرائم إلى آخره، هناك تدهور في كل مجالات الخدمات في إيران، وفي انتهاكات لحقوق الإنسان ليس في الحريات فقط وإنما حقه في التعليم وفي الصحة وفي السكن الكريم. كل ذلك استنزفت الأموال الإيرانية من خلال مشاريع التسلح ومشاريع الإرهاب، لكن أيضا الأموال العراقية التي هي أكثر بكثير استنزفت من العراق وتدعم هذه المخططات الإرهابية. وهنا أريد أن أشير إلى أن الجدوى الأكبر التي يجنيها هذا النظام الإرهابي ليس فقط الجانب الاقتصادي، وهو متحقق تماما كما قلنا، نوري المالكي هرب باعتراف مسؤول عراقي كبير لي شخصيا أن تم تهريب أكثر من 300 مليار دولار إلى إيران. هناك فائدة أكبر وهي جعل العراق منصة لنشر الفوضى والإرهاب والتخريب الفكري والسياسي والعقائدي والثقافي الإيراني القادم من إيران عبر منظومات رجال الدين، عبر منظومة الحوزوية مثلا، عبر منظومات الحشد الشعبي، عبر تدريب الإرهابيين القادمين من دول وأقطار عربية أخرى مثل القادمين من البحرين أو من الكويت أو من السعودية، تدريبهم في العراق ثم إرسالهم لنشر الفتنة والإرهاب في دولهم. هذه هي الفائدة الكبرى التي جناها المشروع الإيراني أو مشروع الطائفي الذي يعبث في المنطقة من خلال غزو العراق واحتلاله، للأسف أن كثير من الذين يتضررون الآن من غزو العراق هم من ساهموا به وهم شكرا لك أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير موقع وجهة نظر. يبدو أننا فقدنا الاتصال بأستاذ مصطفى أخيرا وفي دقيقتين ونصف لو سمحت أستاذ أسامة، كيف تنظر إلى طبيعة العلاقة الأمريكية الإيرانية في مناطق النفوذ الإيراني خلال المرحلة المقبلة؟ طبعا هناك أمر مهم للغاية، بعيدا عن تصريحات ترامب، بعيدا حتى عمن يستلم الإدارة الأمريكية، هناك في الدولة العميقة الأمريكية هذا أمر أصبح واضحا للغاية. الموظفون الثابتون في الخارجية، في الدفاع، في CIA، هؤلاء يديرون سياسة ثابتة أمريكية تعتمد على تحالف أمريكي إيراني. هناك شراكة عسكرية في العراق، شراكة عسكرية واضحة للغاية، وهناك أيضا عدم وجود إرادة أمريكية حقيقية بقصقصة أذرع إيران لا في اليمن ولا في سوريا ولا في العراق،
ولو أرادت أمريكا لا يعني أخذت المبلغ المطلوب من السعودية وفعلت شيء تجاه الذراع الإيرانية في اليمن. لذلك التحالف الأمريكي الإيراني هو أخطر تحالف يؤذي المنطقة. طبعا روسيا بسماح أمريكي وتلعب الدور الشرطي القذر أيضا بالتنسيق يعني في المنطقة على الأقل مع أمريكا. لذلك نحن أمام منظومة حاقدة تستنزف المنطقة ويجب علينا أن نسعى مباشرة لا. إلى فعل شيء. وأول شيء يجب فعله هو العزل، عزل إيران. وأنا أدعو حتى يعني القيادة السياسية لمجاهدي خلق في باريس أن تنتبه للدور الفرنسي المنافق تجاه إيران وأن تحاول عزل كافة المنظمات والأحزاب ذات الصلة الوثيقة مع إيران. شكرا جزيلا لك في ختام هذه الحلقة دكتور أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السوري، وأيضا شكرا لك سيد مصطفى كامل رئيس تحرير موقع وجهة نظر، وشكرا لك سيد مصطفى أفشار موسى أفشار عفوا عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. في الختام تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية وإلى اللقاء.